هاي مهرجان كان من أشهر المهرجانات العالمية يلي بتجذب الإعلام والمهتمين وشرطة الأزياء. خلينا نتعرف عليه أكثر بهالأرقام. بيوصل عدد زوار المهرجان من مخرجين، ممثلين، منتجين، وكلاء ومعجبين ل 250 ألف كل سنة، وبيبلغ عدد الصحفيين يلي بيزوروا المهرجان حوالي 5000 شخص سنوياً. كمان بيتم استعمال 2 كيلومتر من السجاد الأحمر خلال فترة المهرجان، لأنه السجاد يستبدل 3 مرات بالنهار. استقبلت اللجنة الخاصة بالأفلام القصيرة 4240 فيلم هالسنة. الموقع الرسمي للجائزة أضاف 6 لغات جديد سنة 2010 للتركيز على الطابع العالمي للمهرجان. بتحقق الفنادق بكان 15% من مردودها السنوي بس خلال أيام المهرجان. مين قال؟ إنه الميزانية العامة للمهرجان بتتخطى الـ 25 مليون يورو وبتتم بتمويل عام بالإضافة للشركاء الرسميين والمساهمين. أنا قال، شوفكم بكره.